الي ذلك اصدر رئيس حكومه اقليم كردستان السامس بيانا اكد فيه التوصل الي اتفاق مثمر مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد الشيع السوداني يتعلق بتامين رواتب المواطنين كما عرب عن شكره لجميع من دعم نجاح هذا الاتفاق وقال برزاني في البيان استطعنا الدفاع عن حقوق شعب كردستان والتواصل إلى اتفاق مثمر مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد الشاع السوداني لتأمين رواتب المواطنين ومثمنا دور زعيم الحزب الديمقراطية ورئيس الإقليم والقوى السياسية والكتل الكردستانية في مجلس النواب الاتحادية على دعمها وتوحدها وتضامنها من أجل ضمان حقوق متقاضي الرواتب في الأقليم ومؤكدا مواصلة خدمة المواطنين وأيضا الوقوف بوجه المحاولة اليائسة وتقويض أو زعزعة استقرار أقليم كردستان